الله واحد امين تحل علينا نعمته وبركته الى ظهر الدنيا الى ابد الابدين الى امين. اهديكم ايها الاحباء في هذا اليوم المبارك بمجموعه من الاعياد تحتفل بها الكنيسه في هذا اليوم. وشاءت إرادة الله أن أكون في وسطكم في هذه الكنيسة المباركة لأخذ بركة السيدة العذراء وبركة كل التقديسين وبركة سيدنا عم إسرائيل وبركة أبا الكهنة وابن حنة وجوج كل الآباء وبركتكم كلكم. وأعيد معكم في هذه الكنيسة المباركة في هذا اليوم المبارك. هقسم موضوعنا النهاردة لمجرد نقاط كده بسيطة سريعة عشان خاطر الوقت بتاعكم. أولا مع أفراح القيامة واحتفلنا من أحد الماضي بعيد القيامة العميد، وتظل الكنيسة تفرح لمدة 50 يوم من خلال رحلة القيامة أو من خلال أفراح القيامة أو من خلال رحلة الخمسين المقدسة. وكما كانت رحلة الصوم كبيرة، الرحلة لها تعاليم، فكنا نتكلم نقول الأول الملكوت، تاني التجربة، تالت الابن الظالم، الرابع السامري إلى آخره. هكذا أيها الأحباء رحلة الخمسين المقدسة تبدأ في هذا اليوم المبارك بأول عيد وأول يوم أحد اسمه الأحد الأول الخمسين المقدسة، وهو أحد الإيمان أو أحد ظهور الرب توما أو الأحد الجديد، كل ده بمعنى واحد. وكانت الكنيسة خلال رحلة الخمسين المقدسة جعلت كل أسبوع له تعليم. فهذا الأسبوع، الأسبوع الأول هو أحد الإيمان. ربنا بيقول لك أنا هو. ثم يأتي الأسبوع القادم إن شاء ربنا وعشنا، ربنا يقول لك أنا هو خبز الحياة. ثم الأسبوع الثالث يقول لك أنا هو ماء الحياة، يقول لك أنا هو نور العالم، أنا هو الطريق، أنا هو الحق، إلى أن يأتي حلول الروح القدس في يوم الخمسين بعد 7 أسابيع من الفرح بالقيامة المقدسة. وفي كل أسبوع كنيسة تقدم لك فصل إنجيل، إنجيل معلمنا يوحنا البشير، النهارده بتقدم لك يوحنا 20 عن ظهور ربنا لتوما. يقول لي ظهور ربنا لتوما ده عيد من الأعياد؟ آه عيد من الأعياد. إيه السبب؟ لأن ربنا اتقابل مع التلاميذ وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب وبشروا بقيامته. ومريم المجدلية كردت وبشرت أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. كده الكنيسة تقول لك النهارده ربنا جاي مخصوص عشان يتقابل مع توما. توما بطبيعته في نوع من الشك شوية والضعف شوية. ربنا حب يغير
المكتوبة للحياة الروحية الأصلية، وظهر ربنا مخصوص لتوبة وقال يا توبة هات إصبعك وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. إجابة توبة أيها الأحباء إجابة قوية جدا، أجاب توبة وقال ربي وإلهي، أي إعلان توبة لربوبية الله وألوهية الله. بمجرد أن توبة قال ربي وإلهي، ربنا قال لما رأيتني يا توبة آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. فسمي هذا الأحد بأحد توبة لظهور ربنا خصيصا لتوبة وتقويض إيمانه وإعلان توبة لربوبية ألوهية الله. والكنيسة تقول هو ده حد الإيمان، وذلك يساعد تقول لك تثبت في الإيمان. ومعلمنا بولس الرسول امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، جربوا أنفسكم أنتم في الإيمان ولا لا. ومن نردده في القداس الإله، نحن الغرباء في هذا المكان أو في هذا العالم، احفظنا في إيمانك، احفظنا في إيمانك. ولذا أولاد مدرسة الأحد يرنموا يقولوا يا توبة تعالى وقول لي الشك كيف جاء وإزاي خلاك تؤمن لما رأيت بالعيان. يرد توبة يقول مش لاقي جاي بروحه تدخلني الأعماق، ما شفتش أعظم من روح المسيح وتلامسي معاه. وحينما وضعت يدي قال له لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا، فصرخت وقلت ربي وإلهي. يسمى هذا اليوم بيوم أحد توبة، يسمى هذا اليوم أيضا بالأحد الجديد. الأحد الجديد، واللي منكم أخذ باله من المزمور في مزمور القداس النهاردة يقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا، وفي باكر إنجيل باكر يقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا، إنجيل عشية بالليل كان يقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا. معنى سبحوا الرب تسبيحا جديدا يعني أن القيامة أعطتنا الإنسان الجديد. القيامة غيرت من إنسان ضعيف جعلته إنسانا قويا جديدا. والإنسان الجديد هو العيش بفكر معلمنا بولس الرسول اللي يقول أهل كلوسي إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. فالقيامة هي الحياة الجديدة، والحياة الجديدة أو اليوم الجديد هو ظهور ربنا لتوبة النهاردة. ولذلك سمي هذا العيد باليوم الجديد. يسمى هذا اليوم أيضا بتامن يوم القيامة، ما تحسب من الحد للحد 8 أيام، ورقم 8 يشير للحياة الجديدة أيضا. جرت العادة في كنيستنا الأبطال ونادي اليوم دخول المسيح والأبواب مغلقة أو ظهوره للتلاميذ أو ظهوره لتوبة. لكن عايز أقول لك تتعامل مع مسيح القيامة النهاردة في الحياة الجديدة، تتعامل بالإيمان اللي موجود في قلبك، تتعامل بالإيمان اللي الكنيسة بتسلمه لك، تتعامل بقوة مقوة القيامة. وده بداية العادة أن يكون تهنئتنا البعض المسيح قام بالحقيقة قام، أو خريستوس أنيستي أليسوس أنيستي، أو بخريستوس أفطنف خلقوم اسمي أفطنف، أي المسيح قام بالحقيقة قام. فقوة المسيح جعلت الإنسان إنسانا جديدا، جديدا في طباعه، جديدا في تصرفاته، جديدا في كل حياته. وليد هذا اليوم هو عيد، مش عايز اقول من العاده السيديه الصغرى
لكن ايه بالاعياد السيديه الخاصه بالسيد المسيح لو مات وهو ظهور ربنا لتوما والابواب مغلقه. هذا اليوم ايها الاحباء ليس عيد مجرد عيد لتوما فقط، انما عيد لكل انسان. ربنا عايز يمتحنك، يظل يمتحن ايمانك ويكشف عن ايمانك ويكشف عن تصرفاتك. وهل استفدنا من الصلب الكبير؟ وهل استفدنا من رحله الالم؟ هل لما ارتبنا مع المسيح المصلوب واليوم نتعامل مع المسيح القائم دخلت البهجه قلوبنا؟ دخلت الفرحه بيوتنا؟ دخل الايمان كنيسنا؟ دخل الايمان والحياه والفرحه في حياه اولادنا وبناتنا؟ مهم جدا انك انت تتقابل مع المسيح النهارده والابواب مغلقه. معنى الابواب مغلقه ان ده مسيح المشاكل المعقده. معنى الابواب المغلقه يعني شديده الاحكام. صاحب السلطان هو المسيح لو مات، هو الذي يستطيع ان يحل ويفتح كل الابواب المغلقه. بتحتفل الكنيسه في هذا اليوم بتامن يوم القيامه او الاحد الجديد او ظهور ربنا لتومه والابواب مغلقه، او احد الايمان الانسان الجديد اللي ربنا عايزه. ياتي هذا العيد ايها الاحباء ايضا في هذا اليوم في 23 برمودا. و 23 برمودا زي ما انتم شايفين ايقونه القديس العظيم ماري جريس ودم النور. 23 برمودا ده يوم استشهاد القديس العظيم ماري جريس. الفرح في الكنيسه والقيامه او بعيد القديس العظيم ماري جريس، وفرح بالخمسين المقدسة اللي هي رحلة إلى أن يأتي يوم حلول الروح القدس، يوم العنصرة، يوم الباراكليت، يوم البنتكوستي، يوم حلول الروح القدس على التلاميذ في عملية سيول. هذا هو اليوم اللي مستعد فيه وتتقابل مع المسيح في كل محطة وفي كل أسبوع من أسابيع الخمسين المقدسة لكي تفرح بيوم حلول الروح القدس. ربنا يسعدنا كلنا، يكون كل انسان فينا انسانا جديدا في كل تصرفاته وفي كل طباعه وكل حياته، ويسعدنا في الخدمه لكي نكرز بالمسيح القائم. قول امين امين بموتك يا رب المبشر بقيامتك المقدسه وصوتك اللي استمر نعترف. احنا رب بنسبحك وبنكرز باسمك، وكل مره تاكلوا من هذا الخبز وتشربوا من هذه الكأس تبشرون بموتي، تعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجيء. ربنا فرح لكم، يملكم نعمته وبركته، وأمر إليكم صلوات حضرة صاحب الغبطة القداسة بابانا المعظم الأنبا تودر الثاني بابا الإسكندرية وترك الكرادة المرقصية. هو يعلم جيدا النهارده انا موجود عندكم هنا واخد بركتكم وبركه هذه الكنيسه المباركه، وصلاه شريكه في الخدمه الرسوليه بنصف بكره من ابن اسرائيل، وبصلاه ابايا وبركه قديس هذا اليوم قديس العظيم الجريس وقديس هذه البيعه المقدسه. ربنا يبارك حياتكم لو مجده الكرامه في كنيسته المقدسه من الان وكل اوان. كل سنة حضرتكم طيبين كلكم. كريستوس أنيستي.